كأحد أصحاب البيزنس، أيا ما كان البيزنس بتاعك، أيا كانت المرحلة اللي وصلت ليها في البيزنس، سواء كنت في مرحلة تخطيط عشان تعمل بيزنس أونلاين، أو كنت مبتدئ أو عندك بيزنس قائم بالفعل وعايز تبتدي تتوسع في البيزنس ده أونلاين، من الأمور الأساسية والضرورية أن يكون عندك موقع إلكتروني متعلق بالبيزنس ده. لكن من الأسئلة المهمة جداً اللي لازم تجاوب عليها، ازاي هتحمي موقعك الالكتروني من الهاكرز؟ لو لسه ما اشتركتش في القناة اضغط سبسكرايب، فعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة، لو عجبك الفيديو اضغط لايك. لو عايز تعرف ازاي تحمي موقعك الالكتروني من الهاكرز فخمس خطوات بس، تابعنا بعد الفاصل. معاكم محمد صبري من Way to E-Business، القناة اللي بتهدف لتطوير كل المهارات اللي بتحتاجها عشان تعمل اونلاين بيزنس ناجح بنفسك. في الفيديو النهاردة هنتكلم عن خمس خطوات هتتبعهم عشان تحمي موقعك الالكتروني من الاختراق. احنا بنسمع كتير جدا عن اختراقات البيانات اللي بتحصل طول الوقت، والغريب ان الاختراقات دي بتحصل للمواقع المتعلقة بالشركات الصغيرة مش الشركات الكبيرة او الشركات المشهورة. والثابت من التقارير المعتمدة ان 43% من اجمالي الاختراقات اللي بتحصل للمواقع الالكترونية بتكون من نصيب الشركات الصغيرة. ونظرا لان الموقع الالكتروني بيتكلف فلوس كتير، بياخد مجهود كبير جدا عشان يتعمل ويخلص زي ما انت عايز، فحمايته من الهاكرز هي امر لازم وضروري. تعالوا نشوف بقى الخطوة الاولى. الخطوة الاولى ان انا علي احمل احد برامج الحماية على الموقع الالكتروني. النوع ده من البرامج بنطلق عليه الاسم plugins، والبرامج دي بتختلف بحسب نظام ادارة المحتوى على الموقع الالكتروني اللي بنسميه Content Management System أو CMS، وهو بيبقى عبارة عن برنامج تم تصميمه عشان يساعدك في ان انت تقدر تنشئ محتوى، تقدر تعدل فيه، تقدر تنظم المحتوى اللي عندك، وتقدر تنشر محتوى معين أونلاين. من أشهر أنظمة إدارة المحتوى وأكثرها استخداما الووردبريس، بلوجر، جملة، وكل نظام من الأنظمة دي بيقبل تحميل بعض البلوجينز ومنها ما يتعلق بالسيكيورتي، وكل نظام من الأنظمة دي له البرامج الخاصة بيه، بمعنى ان ما ينفعش اجيب بلوجين بتشتغل على الووردبريس وشغلها على جملة مثلا، مش هينفع، لان كل نظام له البرامج الخاصة بيه، والبلوجينز دي في منها مجانا وفي منها مدفوع. من أمثلة برامج الحماية اللي بتشتغل على الووردبريس عندنا iThemes Security، Bulletproof Security، وSecure. وSecure ده من البرامج المدفوعة، أما iThemes Security وBulletproof Security دول مجانا، صح منهم في اتنين فيرجن بيبقى مجانا تماما، وممكن تضيف بعض الفيتشرز بيسموها البرو، الفيتشرز دي ساعتها بتدفع عليها. اما من امثلة برامج الحماية اللي بتشتغل على نظام جملة عندنا جي هاك جارد، جوم ديفندر، والار اس فاير وول. الخطوة التانية ان عندنا في اداة من الادوات اللي بتساعد في توفير الحماية، ودي بنسميها سايت لوك، ودي في الحقيقة مش برنامج بقدر ما هي تول بتنزلها شركة الويب هوستنج على السيرفر بتاعها وتفعلها على الويب سايت بتاعك، وده بيكون مقابل فيس اضافية صغيرة. لكن الاداة دي مش بتغني عن ان انت تنزل بلوجينز الحماية على الويب سايت، لكن الاتنين مع بعض بيكونوا افكتيف جدا. الاداة دي بتوفر لك العديد من المميزات، وبتقوم بانها بتعمل مسح شامل للفيروسات، ملفات الهاكرز، الميل وير، وبتعمل بلاك ليست للاي بيهات اللي بتخش عندك
وليها أنشطة مش طبيعية أو بتحاول تخترق الموقع بتاعك، بالإضافة لخدمة التأكد من ملكية الدومين، وده عن طريق الـ SSL Certificate اللي هنتكلم عنها بعد شوية، اللي هي معروفة وبتخلي الموقع يبتدي بـ HTTPS. مش في ساعات تلاقي مواقع بتبدأ بـ HTTP ومواقع تانية تبدأ بـ HTTPS؟ فايدتها هي حماية البيانات لما بتتنقل من السيرفر للموقع الإلكتروني وبالعكس، سواء كانت بيانات عملاء، سواء كانت بيانات مالية، الناس اللي بتدفع على الموقع عندك بالكريدت كارد، بتدخل بيانات حسابها البنك. الخطوة الثالثة اللي كنا بنتكلم عنها من شوية، وهي استخدام الـ HTTPS أو الـ SSL Certificate، وهي من أهم الأدوات اللي لازم تبقى متوفرة عندك في موقعك الإلكتروني عشان تحافظ على سرية البيانات، خاصة إذا بيتم عملية شراء على الموقع الإلكتروني عن طريق كروت ائتمانية، حسابات بنكية. وإنت كزائر للموقع تقدر تعرف إذا كان الموقع ده بيتمتع بالحماية والأمان الكافي، بنلاقي علامة القفل جنب الدومين نيم في الادرس بار الخاص بالبراوزر بتاعك، سواء كنت بقى بتستخدم جوجل كروم، سواء بتستخدم انترنت اكسبلورر، سواء بتستخدم فايرفوكس، المفروض ان بتظهر علامة القفل او علامة اي وعليها دايرة او انفورميشن. طب ايه الفرق بين العلامتين؟ اذا كانت العلامة هي القفل، فده معناه ان الموقع بيتمتع بالحماية الكاملة، بما في كده حماية سرية بيانات الكروت الائتمانية والحسابات البنكية. لكن لو لقينا علامة الاي اللي عليها دايرة، معنى كده ان الموقع يتمتع بحماية المعلومات لكن مش متضمنة حماية سرية بيانات الكروت الائتمانية. لو عايز تعرف معلومات اكتر عن الفرق بين انواع الحماية اللي بتوفرها الـ SSL Certificate، هسيب لك في الوصف اللي تحت الفيديو رابط خاص بعروض حصرية والفروق بين أنواع الـ SSL Certificate عشان تضيف الحماية الكافية لموقعك. من أكتر الأمور اللي بتخلينا نرشح لك شركة HostGator كشركة استضافة مواقع، إنه بالإضافة إنها بتعتبر من أفضل سيرفرات الاستضافة على مستوى العالم، كمستوى أداء، سرعة تحميل، استقرار للموقع بتاعك ان هو ما يقعش، انها برضو بتاخد موضوع الحماية والامان للمواقع الالكترونية على محمل الجد ومن اوائل اولوياتها. ودايما بننصح بالاستثمار في الـ SSL Certificate لانها بتخلي العملاء بتوعك يثقوا في البراند بتاعك، عشان لما بيدخلوا على الموقع بيلاقوا بيتمتع بالحماية الكاملة لبياناتهم، سواء بيانات شخصية سواء بيانات مالية. الخطوة الرابعة الحفاظ على الموقع الإلكتروني وتحديث كل البرامج المثبتة عليه، نظرا لأن كل أنظمة إدارة المحتوى هي أنظمة مفتوحة المصدر Open Source، فأكواد برمجة الأنظمة دي قبل أن الهاكرز يقدروا يخشوا عليها وبيدوروا فيها على الثغرات اللي موجودة في أمن الموقع الإلكتروني اللي تسمح لهم إنهم يقدروا يتحكموا ويسيطروا على موقعك الإلكتروني. ولحماية موقعك الإلكتروني من الاختراق، يجب التأكد من إن نظام إدارة المحتوى والبرامج والأكواد المثبتة عليه تم تحديثها. وعشان كده من مميزات الووردبريس انك تقدر تتأكد من الموضوع ده من خلال الداشبورد على الووردبريس. الخطوة الخامسة التأكد ان كلمات السر للحسابات في الموقع الالكتروني آمنة. دايما محاولات تخمين كلمات السر المعروفة هي كلمات سر ضعيفة، زي مثلا الارقام من 0 لـ 5، تاريخ الميلاد، اسماء الابناء، اسمك. طب ازاي تبقى كلمة السر آمنة؟ لازم تحتوي كلمة السر على حروف كبيرة، حروف صغيرة، ارقام، علامات خاصة. زي ايه العلامات الخاصة؟ underscore، هاش، نجمة، كل الحاجات دي، علامة تعجب، كل دي علامات خاصة. فلازم تحتوي كلمة السر حروف كبيرة، حروف صغيرة، ارقام، علامات خاصة.
فلازم تتأكد كمان ان كلمات سر فريق العمل اللي بيدخلوا بيها على الموقع الالكتروني هي كلمات سر آمنة، لان كلمة سر واحدة بس ضعيفة هتؤدي لدخول الهاكر للموقع الالكتروني ويقدر يسيطر عليه. وبكده نكون انتهينا من الفيديو النهاردة. لو لسه ما اشتركتش في القناة اضغط سبسكرايب، فعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة، لو عجبك الفيديو اضغط لايك. كان معاكم محمد صبري من Way to E Business، القناة اللي بتهدف لتطوير كل المهارات اللي محتاجها عشان تعمل اونلاين بيزنس ناجح بنفسك. لو في اي استفسار على موضوع الفيديو النهاردة اخر فيديو، تسيب استفسارك في الكومنتس. يشرفنا تواصلكم معانا على كل مواقع السوشيال ميديا، كل الروابط موجودة في الوصف اللي تحت الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.